ترى فنانتنا الحلوه بترسم ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ اتفضل اطلع بره. جيجي اديني فرصه اشرح لك حاجه. انا مش عايزه اسمع حاجه. انا عايزه افهمك حاجه. تفهمني ايه؟ قد ايه كنتوا بتقضوا وقت لطيف مع بعض؟ قد ايه كان بيتي مكان رائع لمقابلتكم؟ اتفضل اطلع بره. جيجي انا ماليش دعوه، هو اللي جاب البنات. اطلع بره. قال لي جايين ياخدوا كورس وجريني معاه الى احضان الرذيله. اطلع بره. وبعدين بقى هو اللي ذوقه وحش شويه، ما قلت له يا كريم حسن ذوقك ومستواك شويه. اطلع بره. انت يا تافر عايز ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ ما سيبوها في حالها بقى. مفيش حاجه يا طنط، احنا جايين نهدي النفوس. ايه راحت فين؟ بقول لك ايه، بنتي لا عايزه تشوف حد ولا تسمع حد، وكفايه بقى اللي حصل، واتفضل امشي من هنا. يا طنط اديني فرصه اشرح لك بقى. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب لك البوليس وهقول انك جاي تتهجم عليا انا وبنتي. ايه حصلت البوليس؟ يعني مفيش فايده؟ بره. ماشي، احنا بينا وبين بعض المحاكم. انجز. اهدى شويه يا عم ابراهيم. سمارت بوي. وبعدين بقى امها دي باين عليها خرابة بيوت. حماتها انا خرابة بيوت؟ اه. بدل ما تلم الموضوع وتخاف على بنتها، عايزه تفضح الدنيا، وقالت لي لو ما مشيتش هبلغ البوليس. بوليس؟ بوليسي؟ اه، عايزه تجيب لي البوليس. وقالت لي هقول البوليس انك عايز تتحرش بيا وببنتي. اسمع بقى، الرجاله مش هيحلوا الموضوع ده، احنا محتاجين واحده ست. ست؟ ست ازاي يعني؟ الستات دايما بيأثروا على بعض. احنا محتاجين واحده تروح تقول لها كلمتين كده، يا بنتي الست ملهاش الا بيت جوزها، ده احنا ولايه، احنا من غيرهم ما نسواش حاجه، ولا ننحرف ونمشي ماشي بطال، كلمتين كده يعني. ها قلت ايه؟ ومين دي بقى اللي هتقول لها الكلام ده؟ تيتا. تيتا مين؟ تيتا تفيد، احنا عندنا كام تيتا؟ تبين عليك عايز تغرقني. هي مين دي اللي اروح لها يا واد؟ جيجي يا تيتا، جيجي عايزينك تروحي تكلميها كلمتين حلوين كده ياثروا عليها عشان ترجع لكريم. كريم مين؟ نهار اسود عليا. اه كريم. طب يا اخويا هو حد يعني غضبها ولا مشاها ولا دسلها على طرف؟ سابت البيت بالسلامه بقى. انت لحقتي تنسي؟ انت لحقتي تنسي؟ مش انا قلت لك انها سابتني، فكرت اني اعرف واحده غيرها؟ يوه، هو انت اجرمت يعني علشان عرفت عليها واحده تانية؟ ما كل الرجاله كده. ابوك عرف على امك، وجدك الله يرحمه عرف علي انا بالاثنين والثلاثة في وقت واحد، وفي الاخر بيرجع لبيته ومراته. الست الشاطرة ما تخربش بيتها بايدها، تصبر وتستحمل وهي الاخر اللي هتفوز. وعلى رأي المثل، ناسية اولتها وناسية اخرتها. خلاص يا عم، اولتها واخرتها هتفوز بالجنة ونعيمها. يلا يا عم، يلا بشورتك المهببة دي. انا اسف ان انا جبتك هنا. استنى يا كريم، استنى حبيبي، استنى، انا ما جبتلكش حاجة. خد اشتري ارواح يا حبيبي. ارواح؟ ارواح بندوني. خد يا حبيبي ثلاثة هم. وانا تيتا؟ لا، ما هو مع اخوك بقى، هو يجيبك. يا نهار اسود، ده الملك فاروق. ايه رايك في صفي بنت خالتي؟ رومانسيه وناعمه، وبعدين ممكن تخش لها من سكه المشاعر والاحاسيس. والله فكره. عايز مني ايه يا سافل يا دول؟ 5 سنين بلم فضايحك وانت مفيش فايده فيك، الخيانه في دمك. هل هترفع عليها قضيه خلع وراح المحكمه؟ اوعى تبقى ما ده مش عايز تطلق. مش هطلع واقعدي في الارض. وانا مش عايش معاك، والخلع اكسبه، اخلعك يا انا اخلعك. اوعي بدل ما اخلعك. يا ايه؟ يا ايه؟ يا nothing at all. انا بس كنت بشك ان عايزين محامي عشان موضوع الخلع. عندي المحاميه بتاعتي. طبعا انت يا طنط مخلوعه من 40 سنه. انا مخلوعه ولا بره؟ بره يا مخلوع. يا سلام، مبسوط قوي. عيله امك دي طول عمرها غاويه فضايح. بقول لك ايه، ما تعبش في عيله امك. خلاص يا عم، عيب في عيلتي انا. لو كانت الغاليه امي عايشه الله يرحمها، ولا خالتك فوزيه الله يرحمها، خالتك شكريه الله يرحمها، وعمتك نموية الله يرحمها. طب ايه رايك في هبه؟ الله يرحمها. ايه؟ هبه صاحبة جيجي. لا لا، بقول لك ايه، كل اللي هبه دي بتنصر حقوق المرأة وهتقلب عليها تبوظ الدنيا. بالعكس، ده انت هتروح لها منكسر حزين مهموم، هتقوم هي بقى مساعداك من باب التنطيط على الرجالة. ايه
الموضوع هو الخيانة الزوجية. للأسف مجتمعنا بيعالج الموضوع ده بشكل فيه ظلم كبير للمرأة. عموما احنا دلوقتي معانا نموذج حر، حالة عاشت التجربة القاسية، وبعدين هنفتح باب المناقشة. السيدة جيهان عبد العزيز. يميني يلايمني عليه وانا كنت قطمت رقبته. بقى الندل يفون الملاك ده. عشان احكي تجربتي. الحقيقة انا مش عارفة ازاي ده حصل. مستحيل كنت اتخيل ان الانسان اللي انا حبيته قدر بسهولة ينسى ويخون. لا جيجي انت فهمتيني غلط، انا ما خنتكيش صدقيني. اقعد. هو ده اللي عامل فيها ده كله؟ انا هوضح لسيادتك بس حضرتك. ادي مني يا عم. لا في ميس انا استني في الموضوع. انت بتشتمني ولا ايه؟ طب اعملي انت واقف ومحدش سامع عليك. اعملي جوانا عذرك ولا ايه؟ القضية ما تتحلش كده. هو انت يا نصر الجلدون. يا جماعة ليه يا جماعة؟ مش نصر الجلدون. يا حرية الصلاة. عشان كده انا ما اتجوزتش. جيجي 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 في ايه؟ للدرجه دي هونت عليكي؟ بتقولي ايه؟ نجاحك اهم حاجه عندك، مش مهم المشاعر. انا ايوه انت. انت ازاي تتصورني ممكن اعمل حاجه زي دي؟ تجيبي كريم وتجيبيني وتوقفيني قصاد بعض عشان تعلي الندى والناس تسقف. طب ده انا لو كنت اعرف انه جاي كنت خليته عبره لكل راجل فكر يخون. عموما الستات اللي جوه قاموا بالواجب، بس انت كان حقك تواجهيه. مش هقدر، انا اول ما شفته ضعفت. ايه بقى انا لسه بحبه؟ انا مش عارفه اعمل ايه. لازم لازم يا جيجي تتعلمي تواجهي ازماتك لوحدك. مش قادر. محدش هيحس بيهم قدك ومحدش هيطلعك منهم غيرك. انا عايزه اشوفك جيجي تانية اقوى من كده بكتير. ده جيجي؟ مفيش حاجة، عادي يا جماعة. طب وقصة الحب اللي بينهم؟ قصة خلصت خلاص. وكريم ردي بسهولة كده؟ أنا اللي أصريت. ببساطة كده؟ جيجي جيجي. يا اخي انا مره حبيت اغير واشرب حاجه تانية غير القهوه. ما تسالني يا اخي، انت امرك عجيب. طب حضرتك تحب تشرب ايه؟ اشرب قهوه كل يوم، بشرب قهوه حاجه النهارده واغير. ودي يا عبد، وادي القهوه وادي بقى شيشك. شكرا يا استاذ. عفوا يا سيدي.
الو ايوه كون كافيه مظبوط النمره صح. بكي نام؟ ايوه هيك. عايز ايه؟ عايز ايه؟ وده سؤال تسألي. بحبك. بقول لك ايه؟ ما تطلع الفرندا اشوفك كده واتملى كده من وشك السماء على الصبح. طب وهتحقق لي الامنيه اللي طلبتها منك؟ خلاص هحققها بعد حفله الست. شبكتك هتبقى في ايدي. اسمعي ساعة كده وعايزك تجيلي على العنوان اللي انا اديتهولك امبارح. بيت خليل صاحبك؟ ليه؟ هقولك لما تيجي كل حاجة. سعيد. فين صورة المندوب يا خليل؟ في شقتي. ليه؟ جبتهاش ليه؟ ما تقلقش ما انا حفظت شكله صامت. وادي مكانهم وصلت. يلا. أهم حاجة في العملية دي التوقيت يا خليل. فستان باكينام هيلفت نظر أم كلثوم لأنه زي فستانها. فأول ما هتبص على فستان باكينام هقوم أنا نازل اللوحة اللي راسمها. يا ست كل ليلة وكل يوم. يا ست يا ست. أقول لك إيه على الأشواق؟ يا ست يا ست بعيد عنك حياتي عذاب. نظرة واحدة. بص بص يا ست. شفتني إيه؟ ربنا يجبر بخاطرك. ربنا يخليك. كنت خايف لعيب افات الميعاد تعدينا في الجيم قالوا تفوتوني. ربنا يجبر بخاطرك. في نفس اللحظه هتكون انت بتنشي الامر التكليف اللي مع المندوب وتستلم بيه ايراد الحفل. يا ست انا جاي لك من طنطا يا ست. اللهم صل على النبي. سفير. الله الله. شكرين 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 شكرين. هي الالماس الحقيقي. شهر بالتمام والكمال وانا برسم فيها يا ست. جميله قوي. انت اسمك ايه؟ احمد هيكل يا فندم. في ايه؟ احنا اسفين يا ست. يظهر في حريق في المسرح. اتفضلي يا فندم معانا. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. بديكي بروحي يا ست. يا سبحان الله الدنيا شتت. ادعوا بقى ان احنا ما نتمسكش. يا رب استرها معانا. البروش اهو شكتت. يهوس نزليه تحت ما توديناش في داهيه. والفلوس اهي. واخيرا هشتري عربيه. محتاجين خامس يكون مخه شيطاني زيك عشان ينضم للكيان. وتمن انضمامك للكيان ده معاك. معايا ازاي؟ ده
بروش الست اللي سرقته، هو ده تمن الدموع لو حبيت. ايوه بس انا البروش ده ما اقدرش افرط فيه. ما تخليش الرومانسيه تضيع مستقبلك. القرار قرارك، فكر ورد علينا. وهو ايه الكيان ده؟ كيان جديد بنأسسه، كيان هدفه الحفاظ على سلسلة عريقة، تاريخ صنعه الأجداد علشان الخلود. كيان هيخليك صاحب فكر وهدف وثروة. ثروة ما تخطرش على بالك، فكر عالي يخليك جزء من كيان مهم. تتحسد؟ اخاف من الحسد ليه؟ على الملايين اللي عندي ولا العضلات اللي هتمزع القميص؟ بخر يا اخويا بخر. شكرا يا سيدي. مينك يا خشب ايام ما كنا نجارين؟ يا راجل لم ديلك شويه، انت ما عدتش صغير. الموت يعني هناخد زماننا وزمان غيرنا. تاخدوش ليه وانت صغير؟ والله لو تقدر تاخده خده. لسه هنقعد تاني يا كن؟ القعده طولت قوي. خلاص قوم اتمشى شويه يا سرور. اهلا. ما تيجي تشرب معايا القهوه وبالمره اشوف لك الفنجان. انت شايفاني بالعافيه يا انغام. الفنجان اتقرى من زمان. اسمها ايه القطه دي؟ اوعى ركز شطورك يا شيخه. القهوه يا كابلي. هي عيب. انت حمار. لا ليه؟ انت بتطلبني على مزاجك. طب افرض انا النهارده حابب اغير واشرب حاجه تانية غير القهوه. طب حضرتك هتشرب ايه؟ اشرب قهوه. حاضر. هات لي ايراد الشهر اللي فات على المكتب عشان هنعلي الاسعار شويه. تعلي الاسعار؟ الاسعار عاليه طبيعي. تقول حاجه؟ لا 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 طبعا ما اقدرش ما اقدرش. قولي يا حبيبتي اشرب المانجا، اشرب المانجا قبل ما تغلى. لازم اغلي السندوتشات برضه. خلي بالك من محلي يا اول. حاضر يا حاج سرور. خلي بالك من القطط يا رضا. حاضر يا استاذ. مساء الخير. مساء النور. معاك تامر. وانا شيرين. ممكن ناخد من وقت حضرتك؟ وان منت. ماشي خدوها، عندي منها كتير. احنا
شركة فيفا للأجهزة الحديثة، ودي نظارة الفي آر الجديدة. ومش بس كده، أنت ليك ميزة عندنا، تقدر تاخد مننا بيضاعة بالآجل. والمفاجأة الكبرى. معقولة هتحرق المفاجأة؟ خلينا احرقها، خلي الجمهور ينبسط. كل ما هتبيع 50 واحدة وتورد لنا فلوسها هتاخد عليهم واحدة مجانا. أيوة مجانا. ها إيه رايحك في العرض؟ أظن ما يتفوتش. أنت ليه فجأة اتكلمت بطريقة غريبة كده دلوقتي؟ لا ما انا خلصت الشغل خلاص. دي الشغل. اوكي، هنعمل لك برزنتيشن عشان تعرف ان الكواليتي بتاعتنا تختلف عن الاخرون. الاخرين الاخرين. اوكي ماشي، نجرب. جاهز يا استاذ؟ جاهز. خلي بالك لحسن تقع. ما يقع على الشاطر. يلا بينا. ايه اللي حصل ده؟ انا طبعا طبعا موافق على العرض بتاعك. طبعا موافق على العرض. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. هي دي مفاجأة كبرى. يا نهار اسود يا ولاد الكلب، يا نهار اسود. شكرا، شكر جدا، شكر جدا، شكر. انا ساعتين بس كده وعدي على حضرتك في الاسم اخد صوره بس من محتي. شكرا، شكر. ازيك يا عزيز؟ خير. ايه الايجار مش ميعاده وكده؟ كده انا بسيبهوله في الكافيه بتاعه. جايه ليه؟ لا انا مش جايه لك عشان الايجار، انا جايه لك من ورا جدك. جدك حالته صعبه جدا وماشي في سكه قلقاني قوي عليه. سكه ايه؟ بيشرب سجاير ولا بيكلم بنات؟ ما انا شايفه قاعد بصحته في الكافيه، عينيه بتخرج على اللي داخل العماره واللي خارج من العماره كانه بواب العماره مش صاحبها. عيب، دي نهايه البدايه. يعني ايه؟ مش فاهم. بيودع بعد الشر على جدك. جدك ده هيفضل عايش لحد ما ياخد عزاك، ده بعد عمر طويل ان شاء الله. ما واخد كل حاجه، اشمعنى عزايل مش هياخده؟ انت طول ما طريقتك كده مع جدك عمره ما هيحبك ولا هيكتب لك مليم واحد من ثروته. انت مش فاهم حاجه خالص على فكره، انت مش فاهم حاجه خالص. ثروته ايه؟ اولا انا مش عايز حاجه منه خالص. حب ايه بس اللي حبولي؟ كان حب بنته، امي، امي اللي حتى ما هنش عليه يكتب لها الشقه المعفنه اللي هو مأجرها لي. انت ظالم يا كان جدا، يا كان ده غلبان، غلبان، غلبان. جيت غلبان. بقولك ايه، فيلم الفقر اللي مدعيه والغلبانه والمسكنه دي مش احنا فاهمين ايه؟ الله، تخليني ساكت بقى، اسكتي بقى. انا مصدومه. انت عزيز، انت عزيز الطيب الخلوق الحنين المحترم، انت عزيز اللي لما اقوله ان جدك محتاج لك ما يقومش يفز ويجي معايا. هو ايه اللي حصل في الدنيا ناس؟ انت امتى بقيت جاحد كده؟ انا جاحد؟ انا اللي جاحد؟ ايه ده شوية؟ انا اللي جاحد؟ عصبي جدا. الكرسي هيقع وانا كمان هقع. ايه ده شويه؟ انزل. ايوه برافو عليك، شويه نفس، مساحه. انت مرتاح كده؟ بجد؟ طيب اوكي. طيب انا شايفه انه جدك محتاج لك جدا 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 وانت متعصب جدا النهارده. قلبها في دماغك وانا هسيبك لضميرك، ويا ريت تيجي. عايز تيجي اهلا وسهلا، مش عايز. وهو المحل فاضي كده ليه؟ هعمله جراج، بيتعدي الكيني هنا. كول، جود لك. اوكي شكرا. هسيبك لضميرك يا عزيز. يلا بقى امشي بقى. كنت الراجل ده تعبان فعلا.
الساعة 8 وربع. بقى لي 6 ساعات وربع مسروق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا هاني مالك؟ بقطع صور اماني. الله، بقطع صور؟ هو لسه في حد محتفظ بصور لحد دلوقتي؟ ايوه، ما انا طبعتها عشان اقطعها. استنى بس، بتقطعها ليه؟ في ايه؟ في ايه يا هاني؟ بتقطع الصور ليه؟ ما تفهمني. انا فركشت جوازتي من امان يا نور. والله العظيم ثلاثة انا كنت متاكد، ومن غير ما اعرف الاسباب، بس انت غلطان. هو في حد يتجوز واحدة من على سايت جواز؟ ازاي يعني؟ كان اسمه ايه؟ الست لما؟ الست لما ايه؟ انا دخلت على مواقع كتير، ستروني ما تفضحوني، ولان الحلال افضل سانتظر، بس انا ما كنتش قادر انتظر. وبعدين هي الجوازه دي كلها كانت مضروبه من اولها. احسن حاجه فيها كانت الرحله بتاعت شرم الشيخ اللي عاملها السايد ده ببلاش. هي فين الرحله؟ ايه الرحله؟ بتعمل ايه؟ انت مجنون؟ هي دي الرحله اللي اداره الاوتيل بتاعنا مديها للسايد ده ببلاش؟ اه هي دي اللي فيها اقامه ببلاش ورحله يخت وبحر ورمل ومليطه؟ وعايز تقطعها؟ انت حمار؟ ما تروح تتمليط. ما هو انا امنيت حياتي ان انا اتمليط، بس ازاي؟ ما زمان السايد بعت لاداره الاوتيل وقال لهم ان انا بوظت الجوازه. يا عم ما احنا اداره الاوتيل، هم ما بعتوش حاجه لغايه دلوقتي، ولو بعتوا حاجه هقول لك. ايوه بس لو الاداره عرفت ان انا هطلع الرحله دي، ده انا كده اروح في 60 داهيه. انت بتعرفهم يعني؟ انت بتزعل ليه كده؟ الاداره هتعرف منين يا هاني؟ ما احنا الاداره هعرفهم منين؟ انا سافر سافر، بس هسافر كده لوحدي. يا ايه ده، شهر عسل او عسل حد تاني؟ هاني مون ده، حتى اسمه على اسمك. اسمك ايه؟ هاني. طيب هاني مون. هاني مون. هاني مون ايه بقى؟ فتاح. طيب يا اخي. سافر يا هاني سافر، دي شرم الشيخ. خد قطع على ما رد اكيد ابويا. مناخيرها كانت كبيره قوي قوي يا هاني. ايه ده، هي لسه فيها؟ ده انا بقالي ساعه بقطع في مناخيرها. أصبر غصب من عندك، غصب عنك وعن مناخيرك يا أماني. تاخد معايا إيه؟ معايا إيه بقى؟ اصل فتحيه بتاعت عزبه الصفيح وكارما بتاعت فرح الجونه عندهم بروفيت ميك اب على فرحهم ومحتاجين رايي، فانا هصور اهو وابعت لهم. الو؟ ايوه يا مين؟ ايه اللي حصل؟ كارما حبيبتي عملت لك تيست الميك اب اللي انت طلبتيه، حاسه انه هيليق عليكي جدا وسيمبل قوي زي ما طلبتي. مبروك. فتحيه يا قمر، عملت لك تيست الميك اب اللي انت طلبتيه، وريلك وفير نوجا وهو هيعمله لك بالظبط، وحطيت لك الاي شادو الازرق في اخضر السيمبل اللي انت عايزاه، هتحسي انك مش حاطه حاجه خالص. ليلى تعالي يا سالي، عندي خبر مش تمام خالص. خير؟ اماني كلمتني دلوقتي بتقولي ان فرحها هي وهاني اتلغى ومفيش امل يرجعوا تاني خالص. يا نهار اسود، دي كارثه. طب ايه؟ اسمعي، اوعي تبلغي اداره الاوتيل ان الفرح اتلغى لحد ما اشوف انا هتصرف ازاي. قاعد انت وسط الخضره وزقزقت العصافير، كفايه سعاده بقى. ايطاليا تناديك، شد حيلك وتعالى عشان تزقزق معانا. والله ده انا مستني اللحظه دي علشان اجي هوهو حتى عندك. بص، بيرلا قريبه مراتي جايه علشان هي بتشتغل في المديتيشن، بتشتغل كمان في الطاقه، فهي عايزه تعمل مشروع كبير جدا عن استخدام الطاقه في العلاج في شرم الشيخ. المهم خلصت الحجوزات. بس بقول لك ايه، انا مشغول جدا فمش هقدر ابقى معاك خالص. ها؟ مش لما متفقين بس من الاول كده؟ نيو فيليو نوجا، دي بقى يا سيدي بيرلا اللي كلمتك عنها، الطاقة. ها؟ ده انا هديها كل طاقتي. مونتو بيلو! تبنا الى الله! دي مونتو بيلو خالص. سلام سلام. طن كيلو الاسمر، كورة الراكت. نسيت ايه يا هاني؟ نسيت ايه يا هاني؟ كتبت ليفه؟ لا نسيت. حد ينسى ليفه؟ كويس ان انا جيت قبل الليفه. اكتب ليفه يا عم، اكتب بقى الحزام البني المجدول. حزام البني؟ بس انا ما عنديش حزام بني مجدول. ايوه بس هو بيبقى لاقي على شورت الاصفر. اكتب بس، اكتب حزام بني مجدول.
بس برضو هاني انا مش عارف، حاسس انك انت لو سافرت لوحدك هتتنكد قوي قوي. طب اعمل ايه؟ ده انت اللي شجعتني، ده انا كنت خلاص كتبت الليسته. ايه يا عم وريني الليسته فيها ايه؟ صن بلوك؟ طب هتدهن صن بلوك لوحدك؟ ده اذا طولت ظهرك اصلا. ايوه فعلا، انت عرفت ازاي؟ ده انا ما بطولش ظهري ولا بستحمى. طب شفتي بقى، نشطب الليفه بقى، ملهاش لازمه، عرق وبتاع ومش هتستحمى اصلا. ها نضاره شمس، اه ماشي، دي ممكن تلبسها لوحدك. وايه بلوفر؟ بلوفر في شرم الشيخ؟ هاني وانت رحت شرم الشيخ قبل كده؟ لا. يا نهار اسود، ولا مره؟ ولا مره. انت ممكن تتوه هناك يا هاني. يا نهار اسود، امال هروح فين انا؟ رحت كفر الشيخ؟ اه رحت كفر الشيخ. طب ما هي كفر الشيخ نسخه من شرم الشيخ، هو بس تشابه في الشيخ، انما هو نفس الشيء. انا قلت ان الموضوع ده منحوس من الاول، انا هقطع الفاوتشر بتاع الرحله ده خالص. لا 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 لا، فاوتشر ايه اللي هتقطعه بقى؟ سيبه لي، ده انت مكتبك اتملى تقطيع، سيبه لي انا هقطعه على مكتبي وهلغيه وكده. يعني قطع انت مناخير اماني. ايوه صح، سيب مناخير اماني لمين؟ يلا قطع مناخير اماني. قطع قطع قطع. ايوه قطع بقطع جامد، بقولك 100 حته. قطع قطع مناخير اماني. ايوه عشان تحرم كده تبقى مناخيرها كبيره. ايوه اعمل ايه؟ الجوازه الجايه اللي عندنا لسه بعد 3 شهور. طب انت متاكده ان مفيش ولا عروسه وعريس ندخلهم بدل هاني واماني؟ للاسف. انت عارفه ان اداره الاوتيل محذرانا، لو ما استغلناش الرحله المره دي هيلغوا التعاقد وهيسحبوا الاعلانات بتاعتهم من عندنا على السايت، ده غير كمان صور العروسه والعريس اللي لازم يتصوروها في الاوتيل. سالي، انا جات لي فكره. اتفضلوا برفعوا براحتكم. يا ابن الذين يا ابا، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شكرا شكرا. شايفك يا ولاد، ها ما فيش يعني، مش حالمكم مش حاجه اهو، حقيقه مش ودواير وخشب. معقول يعني كنت هتقعد هنا لوحدك بشبشبك ابو صباح يا ابن المحظوظ؟ انت مين؟ انا ايه؟ هاني. هاني مين؟ عريس. بتقول ايه انت؟ العريس. العريس. انت اللي مين؟ اماني العروسه. فعلا العروسه. لا يبقى مبارك بقى، نبارك ونزغرط ونرقص ونهلل. أول مرة الحقيقة أشوف عريس مش عارف شكل عروسته. أنت مش أماني ولا أنت هاني؟ فعلا أنا مش هاني ولا أنت أماني؟ أمال يبقى إحنا مين بقى؟ إحنا مين يا جماعة؟ جايز هاني وأماني جوه. على السلامة. حمادة نجم، مدير العلاقات العامة بالأوتيل والمسؤول عنكم طوال فترة إقامتكم. أحب أقدم لكم أحلى كومبليمو لأحلى عريس وأحلى عروسة. سوري. هاف أ نايس تايم. ميرسي. أستأذنكم عشان ما أتأخرش على شغلي. We'll be right back.
ممكن افهم بالظبط انت مين؟ انا ليلى البعطوطي، صاحبه سايت الست لما دوت كوم، ومسؤوله عن الفيلا دي وبرنامج رحله العرسان كله. اوكي، صاحبه موقع الست لما بقت بعطوطي. طب خدي دي عندك بقى. انا بقى نور قباني اللي بيشتغل في اداره الاوتيل في القاهره، الاوتيل اللي مدي الرحله دي كلها بالفيلا دي كلها للسايت بتاع حضرتك. ها، السايت اللي ما بلغناش ان الجوازه اتلغت. ردي. انت عرفت منين ان الجوازه اتلغت؟ من العريس نفسه، لانه يبقى صاحبي وزميلي في الشغل. انت بقى الاداره بتاعتك عارفه انك جاي هنا بدل هاني زميلك في الشغل؟ سؤال حلو. لا ما يعرفوش، بس عارفه ليه؟ عشان انا جاي هنا في مهمه رسميه، جاي شغل، جاي اشرف. ودول؟ دول انا ما اعرفهمش. ايه؟ نعم؟ افتكرتهم، دول اهلي. انت يا واد جايبنا هنا سفلقه؟ ايه ده؟ يعني انت ساكته كل ده ويوم ما تتكلمي تقولي كده؟ ازاي كده؟ ايه؟ انا كده فهمت. انت منتحل شخصيه هاني، وجاي هنا عشان تفسح اهلك. ده انا هوديك في داهيه. وبيتعالي خديني الساعه 7. ممكن تقولي انت عامله اماني ليه؟ ده انا اللي هوديكي في داهيه. أنا آسف للإزعاج جدا. اتفضلي. ده برنامج الرحلة. ده ليست بأماكن التصوير اللي هتصوروا فيها عشان تنزل على السايت بتاع الست لما 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 الست لما يا عيني لما يا روحي لما. خلاص حضرتك. سوري معلش، طلب أخير. عاوز حضرتك أنت والعريس تصوروا قدام القلب الرقيق دوت. ده أول الصور يعني. أمال فين العريس؟ ثواني هندهو لحضرتك. انا ما بحبش حد يمسكني من تلابيبي. تلابيبك طبعا، ما انت بعطوطي. انا دلوقتي عرفت انت جايه هنا وعامله فيها العروسه علشان تنزلي صور على السايت بتاعك. ده انا هوديكي في داهيه. مش هتقدر، لان انا كبيره هيلغوا معايا التعاقد، لكن انت اللي هتطرد من الفيلا دي، انت والقرطه اللي معاك، وهتترفد. يعني انت جايه عشان كده؟ ماشي، انا ما بخافش وما بتهددش وهوريكي. ماشي، اسكت بقى دلوقتي، اسكت بقى عشان هو عارف ان انت هاني. انا هعمل ايه دلوقتي؟ يا عرفان اتفضل اتصرف. هتصرف اتفهم ان انا بخاف؟ على فكره ما بخافش. هتشوف الحصه دلوقتي. سوري يا مستر حمامة، انا اسف. حمامة؟ لا لا، اسمي حمادة. ده منظري بحمامة برضو. انا بعتذر. ولا يهمك. الصورة القلب؟ الصورة القلب. العروسة بتجهز. طب هستعجلها. يلا بقى أماني. يلا يا أماني. مش متجوزين جديد بقى، بنحفظ أسامي بعض. ثواني بس. يا عماد. حياة أبوك. ميت. طب حياة أمك. ميت. إلهي ربي يجمعك معاهم في الجنة يعني عشان خاطر. حلو. ما شاء الله شايف مدير مهم يعني. الحمد لله. يلا بقى يا أماني يلا. أهي أهي. عروسة بقى عروسة. استاذنكم تصوروا قدام القلب الصغير دوت، بحيث ان القلب الكبير اللي حضراتكم هتعملوه يحتوي القلب الصغير، يبقى جواه يعني. خلاص بالظبط، هنعمل كده. النص من هنا والنص من هنا، فسبحان الله تلاقي الشكل طالع قلبه بالظبط. ما تستغربوش قوي كده يعني، مش احسن عندكم الجامعه تصوروا؟ على القلب الصغير ده. يلا نقف يعني كده. احنا القلب الكبير. انتوا القلب الكبير. هيحتوي القلب الصغير. مش اوكي كده. اوكي كده. ايوه استاذ هاني، بس تعملي اوكي. يا ريت نضم سنه كده، كان قلبي هيقف. ماشي. امين عمود. الله، مدام اماني ازاي؟ ازاي حضرتك؟ انا افتكرت حضرتك ضربه شعرك اصفر، بس الحقيقه الواقفه رومانسيه قوي هناك. بصي معلش، جات لي مكالمه. اتفضل تعال هنا. تعالى. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ ازاي تقف معاه كده؟ مش قلت لك بلاش زفت شغل قدام الناس؟ الاوتيل كله عارف ان انا مراتك وان احنا في شهر العسل. سمعت الراجل قال ايه؟ ايوه انا اعمل ايه يعني؟ مش فاهم.
لازم نحافظ على منظرها قدام الناس. دي خانقه ازاي يعني اعمل كده يعني؟ خلاص خلاص يلا خلينا نفتح. يعني هروح فين؟ تملي معاك. يلا محمد رسول الله. اتفضل. مستر حماده حضرتك كان قصدك على دي؟ ادي الخدامه بتاعتي. وانا بعشق الخدمات. بهزر. طيب يرضيكم دي تروح كده من غير ما تشتغل؟ نعمل ايه يعني؟ حاضر نصور. نصور ولا ايه؟ ماشي يا نجم. يا نجم انت. حاضر. انت رايح فين؟ انا قلت ابعد قوي عشان ناخد البحر كله. لا خليك مكانك، احنا ممكن نطلع لك بمشاعرنا قدام. طب يا بيه دلوقتي حضرتك هتحط ايدك على وسطها. لا تعال حطها انت. ايه ده؟ كاخوات يعني حضرتك الصوره دي احنا اتصورناها قبل كده. صح. طب انا عندي اقتراح لطيف جدا. شيل ايه؟ ايه الافتراء ده؟ شيل ايه؟ لا طبعا لا شيل ايه؟ لا ايه شيل ايه؟ تصدق بقى انك هتشيلني؟ لازم الصورة دي؟ لازم عشان الصيف. يلا عشان ما نشوفش فين. اتفرجي هنا. مش معرفش فين الشمال اليمين. بس ارجوك بقى اشيل صور في ثانية. انا ريلي. عشان المسؤولية وضهر. انا المقدر. هتضربي؟ لا يلا. جاهز؟ جاهز. ايه ده؟ ما تستعبطش. جاهز ولا ايه؟ ولا ايه؟ ماشي. تقيلة قوي. معلش مستر هاني، السن شمال كمان سنة يمين. ارجوك وانت يعني بتركنها. ايه يعني؟ يلا حاضر. طب يلا لو سمحت. ده مش معقول. مش معقول. انت واكلة ايه؟ واكلة فطير. فطير؟ عسل وطحينة. لا الطحينة هي اللي متقلاك. بقول لك ايه بقى؟ نعم نعم. شيلني عدل بدل ما يبقى منظرك خرع قدام السكر بتاعك. منظري ايه؟ خرع. النهارده انا عملت لكل واحده فيكم الحاجه اللي هي بتحبها. عملت لماما الستيك اللي بتحبه، القعده الحلوه دي عشان هدهد، المزيكا اللي شغاله دي عشان سندس، الشمع ده عشان جوجو. انت عارف بتحب البوز بس انا مش هقدر اعمله لك. انا ما بحبش اضرب بوز، بس انا نفسي بقى كل واحده فيكم تتمنى لي امنيه. حاضر. انا بالنسبه لي اتمنى انك انت تتجوز وتخلف اولاد يلعبوا حواليا. وانا بقى نفسي ما تبعدش عننا ابدا ابدا العمر كله يا رب. سلام. وانا الحق اشوف ولادك. ربنا يديك طولة العمر ان شاء الله يا رب يا رب. طيب يا بت انا مش عارفه يعني انا عايزك تكون مبسوط وخلاص يعني. لو تتجوز تمام، تخلف عيل شبهي اوكي. يا ساتر. شبهي يا ساتر. يا ريت شبه. انا بقى بتمنى لك انك ما تقعش تاني. طيب يعني ده واضح كده من كل امنياتكم ان في اجماع على موضوع الجواز ده. طبعا. بس هو المفروض الواحد لما بيتمنى امنيه يعني انتوا اتمنيتوا لي امنيه المفروض انها تساعدني انا. صح؟ مظبوط. العادي انما انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا اتمنيتوا لي انا برضو امنيه بس تساعدكم انتوا يعني. المهم انا قررت اسعدكم. الله عليك. وقرر احقق لكم امنيتكم. حبيبي اقول قول قول, قول. يلا بقى قول يا حبيبي. قول قول يلا. انا يا جماعه خطبت بيرلا. هتسافر ان شاء الله؟ هي هتسبق وانا هحصلها. يا جماعه في ايه بقى بعد كل ده هتخطب بيرلا؟ بعد كل ده؟ بعد كل ده اللي هو ايه بقى يا ماما؟ انت عارف يا نور ان انا ماليش غيرك في الدنيا، وانت مصر انك تكرر نفس غلطه ابوك وتتجوز وتسافر. انا ضيعت عمري كله عليكم، انا بربيكم لوحدي، يبقى هو ده جزاتي؟ تجيب واحده قريبه مرات ابوك وتعيشها مع امك وتمثل عليا التمثيليه دي كلها انا يا نور؟ احنا كلنا سمعناك وانت بتتكلم مع بابا وبتتفق معاه انك تجيبها.
عشان كده بقى انتوا جيتوا معايا لحد هنا. يبقى مين بقى اللي عمل تمثيليه يا ماما، انا ولا انتوا؟ انا عملت كده عشان ما تسيبنيش زي ابوك، ومستعد اعمل قد كده 10 مرات عشان ما تسيبنيش يا نور. مش دي الحقيقه، انتي مش عايزاني اتجوز جوازه شبه جوازتك. العقده هنا يا ماما، هنا. نفس كلام ابوك، نفس طريقته، نفس صراحته اللي تجرح. انا مش عارف، انا منتظر منكم ان انتوا تباركولي. يعني انتوا ليه عاملين كده بجد؟ احنا حبيبي طبعا لازم نبارك لك، وكلنا بنتمنى لك الخير، بس كل اللي بنطلبه منك يا ابا انك ما تسافرش وتسيب. بس طيب ما تتجوزي يا نايم؟ هو انت بتتجوزيش ليه؟ انت لو في حياتك راجل بتحبيه وبيحبك، مش راجل بيمشي بمقشه ورا فهر عشان يموته لانك خايفه منه، هيفرق معاكي، حياتك هتتغير، ومش هتبقي مركزه قوي ان انا اسيبكوا او ما اسيبكوش، مش هيفرق. لا انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي مش علشان خايفه من الفار ومقشه وحاجات كده. انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي لاني بدور على الراجل اللي الاقي معاه الامان والاطمئنان. لكن غريبه يا نور، انت بتسالني السؤال ده، انت ما بتتجوزيش ليه؟ ممكن ما تعيطيش لو سمحتي. ما تسيبناش وتسافر؟ لا عادي. وانت يا جمان، يعني لا شفتك قلتي مبروك ولا ابتسمتي ولا اي حاجه. نخوري على ايه عايزه تقولولي؟ اطلع شايل ذنب حاجه انا كمان، ولا عايزه تعاقبيني على حاجه؟ ما بعاقبكش على حاجه، بس حط نفسك مكاني، ولا اب ولا اخ. وعامه حتى لو هو موجود مش بالعدد على فكره. طب ما انا موجوده، وانا رحت فين؟ ما بعدتش. انت ما بعدتش. عارف ليه؟ لانك اصلا بعيد. بعيد ايه بس يا تيتا؟ يعني هو في اقرب من كده؟ انا لازم فيكم. هي دي مشكلتك، بتاخد الكلام زي ما هو. حاول تفهم معناه يا حبيبي. القرب مش معناه ان احنا نبقى لازقين في بعض. في ناس كتير بينهم وبين بعض بلاد، لكن اقرب من ناس عايشين تحت سقف واحد. واحنا عايشين تحت سقف واحد كلنا، وطلعت بعيد. خلاص سيبوني بقى اسافر واروح بلد تانية جايزه بقى اقرب. وانتي مش عايزه تقولي لي حاجه؟ مفيش مبروك. سكوزا بيرل، ستافو ديتشندو ديل توا نوافو ابارتامنتو. اسونو مولتو فيليتشي. ما نون سمبرافونو فيليتشي. Noi siamo così. بحاول ألطف عشان البنت ملاحظة إن شكلكم متضايق. إيه ده؟ انت ازاي حطيت لي صباعي في بقي كده؟ انا تلاقيش بتلاقيش سرك كبير، عشان بس انت استجدعتي معايا وما قلتيش لامي على السر بتاعي. انما انت ليه بتحطي صباعك في بقك وانت كبيره كده؟ معرفش، انا من وانا طفله بعمل كده عشان انا مش عارفه ابطل. كويس انك مش من الاطفال اللي بتحط صباع رجليها في بقها، كان زمانك حاطه صباع رجلك في بقك دلوقتي. انت مش بتنام ليه؟ يعني هتستنى بس اتفرج على الورق الابراشي وبعدين انام. طب ما تعليش التلفزيون قوي بقى عشان مصحى، عشان انت عارف انا عندي شغل الصبح. بس نامي بقى. شكلك طفله وانت نايم. انت عارف انت بتفكرني بمين؟ جدتي الله يرحمها كانت بتقول كلام غريب زيك كده. كانت بتقول لي اقفلي الزيق عشان السهلوب. عشان السهلوب؟ دي جدتك دي انسان عادي زينا كده يعني؟ بتحترم نفسك. ما هو اصبري تقولي اقفلي الزي عشان السهلوب دي. ايوه يعني مثلا لو الازاز مفتوح تقول لي اقفلي الزي عشان ما يدخلش سهلوب هوا. طب كنت بتقفلي الزي؟ ما كانش فيه سهلوب بيخش؟ لا. طب الحمد لله. كده انا فاضل لي اخر ورقه. يا رب تسحب الشاب يا رب.
بالهند فيكي مش هزعل الشاب ان شاء الله ان شاء الله. بس الشايب تحكم عليا؟ تحكم عليكي دلوقتي. بس بلاش والنبي الجو بتاع نزيل البحر بالليل يعني فاهم؟ بلاش حاجات دي. انت لسه مجرياني 6 لفات دلوقتي. تحكم عليكي بايه؟ غني. ما بعرفش اغني. يعني هتغني اي حاجه اي حاجه اي اغنيه بتحبيها تيجي على دماغك غنيها. ماشي اقول لك اغنيه بحبها. قولي انا فاهم. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما خلاص حبيتي غيري. انت متنح لي كده ليه؟ ورده بتغني قدامك في ايه؟ لا لا مفيش حاجه. الاغنيه دي انت بتحبيها؟ بحبها جدا. طب غنيها تاني. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما خلاص حبيتي غيري. ما خلاص حبيتي غيري. روحي للي حبتيه. روحي للي حبتيه. مش حافظه الباقي بقى. مش حافظه الباقي. انا بحب الاغنيه دي جدا. انا كمان. بحكم عليكي بايه بقى؟ انا حافظاها على فكره بس انا مش عايزه اغني خلاص كفايه. روحي للي حبتي. روحي للي حبتي. ايه اكتر حاجه نفسك تاكلها دلوقتي حالا؟ اقول لك انا الاول. نفسي في كوبايه شاي بلبن وما تكونش مج، تكون في كوبايه ازاز عشان ابقى شايفه الشاي بلبن كده، وسقي فيها بقسماطايا، واول ما تبوش كده قوم مطلعاها. بقسماط بسمسم؟ طبعا بسمسم. وانت؟ انا نفسي عفاني قوي على كده، على بيض عيون القلب، واشرب معاه عنابي. يا عنابي نور. نعم. انت اسخف واحد قابلته في حياتي. عارف. واجدع واحد قابلته في حياتي. واد حيطه. انت غريبه جدا على فكره، انا مش فاهمك. يعني ده كلام حلو ولا كلام وحش ولا ايه؟ حيطه دي مش فاهم. حلو طبعا. حيطه يتسند عليك راجل يعني. عشان كده اهلك عندهم حق يتمسكوا بيك. ما تزعلش منهم يا نور، دول اهلك. انت مش عارف الحياه من غير اهلها عامله ازاي. هاتي ايدك نتمشى شويه. بص يا ليلى، هو الطبيعي ان لما حد يشوف حد بيعيط وخصوصا لو كان بنته وكده ان هو بيقعد يقول له معلش وطبطب عليه واهدى الحاجات دي يعني، بس الحقيقه انا مش هقول لك كده يعني لسببين ثلاثه. اولا انه احنا فاضيين مش ورانا اي حاجة فعيطي براحتك. ثانيا بقى لا يعرفك لا يعرفك معفن اصلا ما تنفي كده وخلاص. ثانيا ان انت مهما عيطتي مش لك هتسكتي. ثالثا بقى ان انا يا ليلي حقيقي حقيقي بكره النكد. والله انا كمان بكره النكد. انا بخاف من النكد. انت بتخافي من ايه ولا ايه؟ على مهلك. بتخافي من الاماكن الضيقه ولا بتخافي من نزول البحر ولا بتخافي من الصراصير ولا بتخافي من ايه بالظبط؟ انت مركز معايا قوي كده. الحقيقه انا كنت هركز بس انتوا بقى ايه حاولتوا تركيزي ده في حتة تانية خالص بنبهتكم. ايه الحتة التانية؟ ان انا اغزكم. تغزنا ازاي؟ اقول لكم ان انا خطبت بيرلا. يعني انت مش خاطب بيرلا؟ لا خالص بجد؟ واللي حصل ده كله
ده انا كنت ببارك لها على المكان الجديد اللي هي خدته. في ايه؟ ممكن اعمل حاجه؟ اعملي. بيت الغل والحقد اللي جوه. طب بما انك عملتي حاجه ممكن انا اقول حاجه بقى؟ قول. انا عايز اقول لك. ايه ده؟ ايه؟ في ايس بوكس بيكون في حاجه ولا ميه ولا حاجه؟ يا رب يطلع فيه اكل ولا ميه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا صفلوط ليلى. الو الحقيني يا ناهي، قولي لمستر حماد ان كل اللي عملناه كشف، خليه يبعت لي حد بسرعه. والنبي والنبي بيقول لي اني كنت بحبه بجد لو قتلني. خدي تعالي هنا ابعتوطي، انا شويه ستات يضحكوا عليا ويا عيله حوش تتفقوا عليا مع حماده. حماده اللي انا كنت فاكره خالي. خدي ابعتوطي وافحص محاسيبك. صحيح الراجل هو الدماغ، بس الست طلعت اسمه القيصر، غني جدا، مجنون، مهووس تحف، جوز امه قتل ابوه رماه في مدرسه داخلي، مسكين. كملي. اول حاجه عملها بعد ما اتخرج حرق المدرسه، وجوز امه اتقتل وامه اختفت جواه طفل. انا ايه المطلوب مني؟ الراجل ده انا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا اعتقد انها حاجه ليها علاقه بالبرش. عايز يطمن لي، يرتاح لي لغايه ما اعرف هو عايز ايه بالظبط. ايه يا الواسع بقى؟ ايه الواسع؟ حد ضايقني ليه؟ علشان يطمن لك لازم تقلد طريقه كلامه، قعدته، تخليه يحس انه واقف قدام مرايه. ولو اضطريت انك تكذب يعني بص في عينه عادي، وما تعملش بقك كده قبل ما تكذب. ما تعملش بقك ازاي؟ كده اهو. كده؟ ايوه بس انا بقي يا بنتي عامل كده لوحده، انا اصلا خلقتي كذاب. الراجل ده خطر، انت مش عايز نيجي معاك؟ لا انت بتعملي كل حاجه، بس لا بلاش المشاوير الخطر دي. لا خلاص اعمل لي بدل خطر وزود لي مرتبي. اوه اوه النضاره دي ليه يعني؟ وانت بتعملي ايه يعني؟ مش فاهم. انت لسه قايل اني بعمل كل حاجه يا ستي. يعني بكملك فلوس فلوس فلوس، هو ده بس اللي انتوا فالحين فيه؟ فلوس وخلاص، عايزين فلوس وفلوس. بجيب لكم منين انا فلوس يعني؟ اسرق يعني؟ اسرق؟ طب ما انت بتسرق. والمسروق على قد اللي رايح يا ستي. فين ام زفت الكم؟ انت لو مركزه في شغلك كنت عرفت اني بلبس الكم الشمال قبل اليمين. انت بس فاكره المرتب. اي اي ازرق وزود لي المرتب. طب لو بحر كان زمانه خلص. انا حتى مش عارف اعمل ابجريد لليخت بتاعي. معلش انا اسف. معلش ايه؟ انا اسف. خلاص اتفضل خدي معاك. لا ملهاش لزوم دي، انا لما ارجع احكي لك كل حاجه. خلاص لا انا يهمني اشوف الصوره بعد ما ترجع اهم من الحكي. فانت عندك حل من الاثنين، يا تاخد معاك الكاميرا يا تزود لي مرتبي. لا هاخد الكاميرا. اتفضل. ماشي بس بطلي الكلام عن المرتب تبقي بريم. والله انا اسفه، انا ازاي بفكر في الحاجات دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيا. انا كفايه اللي بنتعلمه منك. انا نفسي اعرف ايه اخر الجرران الناعم ده؟ ما تجيب نار الحل احسن. يا بنت انا عمي وقلبي عليكي، وبصراحه ربنا بقى انا مش عاجبني رميتك في البيت كده زي اي اباجوره لمبتها محروقه. هي الست اخرتها ايه؟ لازم تتستر في بيت جوزها وتخلف عيال، امال ايه؟ طب دوقي نفسه في الكشري. يا سلام، انت ما نفسكيش تبقى ام يا بنت تفاحه؟ انا ما اقصدش اقلب عليكي المواجع تفاحه، بس عاوزك تاخدي بالك ان العمر بيعدي والتفاح بيعطل بسرعه. لا انت شفت حد متقدم لي يا عمي؟ كلهم طمعانين في الشقه، مفيش حد بيتقدم لي عشان دواخلي يا عمي. انا بقى جايب لك اخصائي، والراجل اللي جاي ده شاري ان شاء الله تكوني عامله حادثه. يا بنتي لازم تتجوزي جوازه مستريحه زي اخواتك.
يعني عشان اتجوز جوازه مستريحه هروح اتغرب في الصومال زي نعمه، ولا اتجوز راجل حرامي زي عليا، ولا اتجوز راجل خيره زي ماجده؟ يا عمي يا عم انا عايزه فتى يعني احلامي يكون اسمر. ها؟ اسمر اسمراني. مين قساك عليا؟ لو ترضى. مساء الخير على احلى عم في جمهوريه مصر العالميه، ونسمع سلام باحترام بيقول مصر هي عمي خيرها جوه فمي. ايه ده انتوا بتاكلوا كشري؟ ده انا جايب لكم نجريسكو بالهوت شوس. شطه تاني؟ ده انت اسمك ما بيفرقش لساني. يعني ايه؟ بالشطه. اسكت. مش البنت تفاحه جالها عريس نقطه؟ المعلم زهني شطه. المعلم زهني؟ اتاريه عمال يتملحس لي وانا فاكره عايز يفتحني في موضوع الشقه. هو تملحس لك؟ تملحس لي كتير. اصله هراني ملحسه. مش بعيد بقى يكون عايز يتجوزني عشان ياخد الشقه. شقه يا قطه الشقه. بص يا معزه، مجيتك دي هتبوظ الجوازه، ايه رايك؟ انت بتنططي على ايه؟ انت فاكره نفسك مين اساسا؟ الحمد لله انا حاسه بانوثتي، مش محتاجه شهادتك. كفايه بصت الناس عليا في الشارع. بصات الناس يا وطي؟ طبعا انا اشوفك خارجه بلبس محزق ولا ملطخه وشك بمكياج ورحمه ابوك اللي هيفادك هنا في الشقه دي. انت ايه اللي جابك بس مكياج؟ خلاص هتتقنع. هتتقنع يا عم ورجلها فوق رقبتها. ورحمه ابوك اللي هتتجوزي زهني بتاع الكشري. ونسمع سلام العدس الليله ليله تحيده. العدس الليله الليله ليله تحيده. يا رب اتبارك واتبارك. العيد الليله الليله بتعيده يا رب يبارك. بس هقول لكم تصبحوا على خير يا اولاد. انا طالع. ايه رايك في المكان الجامد ده؟ على فكره بيعملوا هنا ستيك جامد جدا. لا يا اخويا ماليش في الايس كريم. يا بت ده سمك مدخن. بلا مدخن بلا منفس. انا مش فاهم اخوكي ده بيتنك عليه على ايه؟ ده هو رئيس شركه الغاز الطبيعي بذات نفسيته ما يعملش معايا كده. هو حاحا ما بيتقاكش من يومه مش عارفه ليه، بس انت ما تخليش حد يهز ثقتك في نفسه. انت عارف يا ود وانت بتلفح الانبوبه كده على كتفك وماشي في الحاره زي الاسد، بشوف نفسي كده وانت لافحني على كتفك في ليله الدخل وقلبي كده بيرفرف مستعاده. ده انا عايش عشان احقق الحلم ده. ده انا ساعات بشيل تلات انابيب مره واحده عشان احضر نفسي الليله دي. يعني انا بحمول التلات انابيب؟ بس الانابيب متعبيه غاز، اما انت أبوبة متعبية قشطة، أبوبة متعبية عسل، أبوبة متعبية يا منبة يا منبة، وهتمسكني من جمالي. ده أنا كده بقى لازمني منظم. بتعمل إيه؟ بلد على المتر. مشاريف أنابيب أنابيب أنابيب. يا فوزي وتولع يا فوزي من تكة واحدة. أبوك يا حلوة يا بطة ما تيجي نقعد عطة يا بنت الإيه يا شطة استنى على المحطة. واللي عايز أنبوبة هيصحى من الغيبوبة، واللي واقف مستني معلش غصب عني أسماء في الأنابيب أنابيب أنابيب. استني استني انت بتعملي ايه؟ واخدني على الحامك هنا ليه؟ هو انا قدك؟ لا ده لسه في طقوس كتير لازم اعملها الاول. طبعا تنسيش ان انا بقالي فتره بعيد عن الملاعب، لازم اسخن الاول بدل ما يجيلي كرامب اثناء الماتش ويقعدوني على دكه الاحتياطي. بموت في ضحكتك السافله.
عماه حبيباه. لا 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 لا، مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو؟ اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله. عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه. عن اذنكم. ازاي؟ ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح. قصدك نناقش موضوع الجواز؟ طب وانا مالي انا؟ يعني انت مالك؟ انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي. طب ممكن تيجوا بعد ساعه يكون مفعول الحبايه خلص والضغط نزل شويه. انا هخش افك ميه وقت. لا احنا في ايه ولا في ايه؟ خد رايح فين انت؟ ازيك يا عم؟ انا ما سمحتش لحد يدخل. انا مستغرب. اتفضل يا عم. اوعى تنسى كلمه سر يا عصفور. عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربيه طائر. كنت عملته القعده دي تحت. ما تتجوزي بقى وتخلصينا من انا مش عارفه اكلمك النهارده. ولا بس يا حبيبي. يا رو زي الفل. ده اقل منك متجوزين وعندهم عيال حلوين. يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفي عنه هي. انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه زي كده. اسمعي كلام اختي على الليره. عندك انا اهو جوز ياسر 24 ساعه مسطول مشتري بالدنيا بس هو يا ابني. ايه يا بنت؟ ازازة نفترين بيري. اكتب عليها بيرة. بتعرف تقرا كويس؟ برضه تسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ اجري اقعد. احنا غشمنا فيك يا حاج. انت سيبه يلعب. انا عامل فيه ايه؟ ايه صوت الحمار ده؟ طب سيبه يلعب. ابنك قعد ولا حلو؟ اجري اجري اجري. عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي انا هسمع كلامكم بس يبقى في فترة خطوبة الأول. خطوبة؟ خطوبة ايه يا جدع انت؟ الله تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي؟ يا معلم هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. ايوه هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني رايح فين يا زهري؟ اقول لهم رايح افسح خطيبتي؟ دول كانوا كلوني. دي فترة وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. من حقها انها تعيش مشاعرها. مشاعرها. زيها زي اي بنت. بنت. خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطة تجيب بواسير. كتر الشطة تجيب بواسير. كتر الشطة تجيب بواسير. بواسير ايه؟ شطة ايه؟ ايه يا معلم؟ ما هو من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعري يعني. عبر في اوضه النوم في مشاعر مش هتشط اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلب الكلام في دماغه. اصله بياخد وقت على ما يفهم. ما شاء الله طالع لك. اه طبعا مش عمه. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس ليك عليا هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه اظن من حقي بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا مش لما نرسى على بر الاول يا انكل. خد ربنا تفاحه. بعتني بالرخيص. ما كانش قدامي غير كده. العاصفه كانت اقوى مني كنت لازم اعطلها. كنت فاهم ان حبنا اقوى من كل العواصف وقدام عطيتي مره هتفضلي موطيه العمر كله. اللي زي زهني ده عايز جوازه في سريع البني لما زهقوا يفضها سيره ويخلع. طب فرضنا زهني ده صبر وما خلعش يصبر مين؟ ده انا هكرهه في عيشته. نهايته هتبقى على ايدي. استحسن عشان ده لو ما حصلش نهايه كنت الاثنين هتبقى على ايدي انا. للدرجه دي يا واد بتحبني؟ انت بتعمل ايه؟ انا هفوت اعمل ايه يا باشا؟ بغير الانبوبه. فيها حاحا يرضيك كده لو الانبوبه فرقعت في وشنا؟ الله في ايه؟ انت مش لسه مغيراها من يومين؟ ما هي بتخلص بسرعه عشان يعني بغلي الحقن. فعلا الغاز بيسحب حقن كتير. يا سلام. طب يلا يلا شيل انبوبتك من هنا وريني رشاقه خطوتك. يلا اخلع. اشتريت معامله يا استاذ حاحا. تعالى برضه على باب الله زي بعض. نعم يا اخويا زي بعض. انت هتعمل راسك براسي يا معفن؟ غور يا غور مش عايز اشوف وشك كده تاني. غور. الف مبروك يا عروسه. انا قابلت المعلم زوني تحت ووافق على الخطوبه. الف مبروك اختي. بقولها لك من كل قلب. ما تقوليش كده ده اقل واجب بين الاخوات. ماله ده؟ بيقولوا ان قلبه بيوجعه ولازم له عمليه فوري. طب روح انت نادي الدكتور بسرعه.
الملاوي قد ايه غرفه العمليات؟ ياما تخرب بيتك، انت اللي جابك هنا. اسمعوا انا مش عارف اعترف فيكي، كنت هتجنن، انا قلبي وجعني بجد. انت عارف لو حاحه شافك هيبقى فيها دم، واحنا يا اخويا صعايده، الواحده مننا ملهاش الا شرفها وصغتها. انا اثبت لك ان فوز عمره ما يتحطم، وان جواه اراده اقوى من اراده قضيه. ليلى 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 صوتك حلو بس منظرك عار. فرصة نظيفة أوى سعادة الباشا، أنا إذا كان عليا أجوزها لك وقتي في التو واللحظة، بس أنت عارف يعني هبقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، إن إحنا ناخد رأي البت وكده يعني. طبعا طبعا، أنا بس نفسي تقنعها بموضوع إن مش هقدر أعمل فرح عشان أنت عارف ظروفي الخاصة، إنما أنا أجيب لها شقة غير إنها تحت أمركم في أي طلبات مادية. عيب يا دكتور ما تقولش كده، إحنا بنشتري راجل واخر حاجه تهمنا الفلوس، احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزها لو حتى قتلتني يا حاحه، ولو يا بنت ده دكتور وانت تقولي تتجوزي دكتور ما بحبوش. حب تاني هتقولي حب؟ قصدي ما بسترحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت تعالي واحسبيها صح، ولو احسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد. ها وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك يا بنت بقول لك ده دكتور دكتور. هو انا عيال عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب البوتاجازه بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر هيبص لك ده هيتجوز اقرب فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاطط ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوركك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده واسمع سلام. ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما. ايوه ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما. عريسي هياخدني بالسلامه يا ماما. شماء شماء يا ماما، الناس بترقص علشاني. حاسه حاسه يا ماما كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان. ايوه اهو 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 اهو. وفيها هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحة عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحة؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحة. لعلمك انا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. حلاوة شمسينا. لينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبقى وراني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيد. سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي.
خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايه لك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرت يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بنت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودول، وروحي يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحقي وحقيقي. يلا الله يلا. ما توسع مراحك شويه يا عمي. بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسه الرقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده. انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني وارتزق انا راقب. يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي ماشي. بقول لك ايه، اخرسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحه دي، تمثيليه تمثيليه عشان نغيظها بيها. ماشي؟ ومش هنسالك وقفتك جنبي يا مايسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا بجمله الجمايل. يا اختي تنيلي انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره الصغيره. مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي. بص النمل بيمشي ازاي. ده ايه المره المنمله دي؟ بقول لك يا مايسه، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه وتبقى عامه. طبعا يا خالتي ساميه، مهما حصل ما بيننا اختي ما يهونش عليا حاحة اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحة اخويا صحيح، بس احنا ولايه زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامه يا حبيبتي، تكر وانت جايه. ايوه يا باشا، عايزه ابلغ عن قضيه دعارة. بس بقى طب بتوريني مكان التطعيم بس. انت نايمه مع واحد عنده كوليرا. مش عايزه اشوف حاجه تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايده في جسمي. الهي تولع انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني بقى. بوسه نقطها يا حبيبي، نقطها يا عينيا ببوسه وطفيها طفيها عشان اولع فيه. طول الشهر اقول عليه دلو نتي ما صدقتيش. ازاي يا فجرة؟ فرحانة بنفسك يا بنت؟ خلي نفسك جدعة، تعالي هنا مثالي. استني معلش دعوة بيا. هقول لك بس حاجة، استني. اوعى يا بنت. هقول لك حاجة يا بنت، استني بس. ايه عايز تضحك عليا بحكاية المواسير دي تاني؟ مواسير ايه يا بنت؟ مفيش يامه، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا سامية صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي؟ مالي دي يا روح امك، وحياة امي لا نورياك. انا هوفي عليك بلطجية مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي. يا ناس اشهدوا، الراجل الذكر ما عملش حاجه لدي الدخله، ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. طلع قطه. انا طلعت قطه. شفتي بقى، هي سيحتلي في المنطقه كلها وقالت عليا قطه. الزوجه الاصيله ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطه. استنى ساميه وحتى ابوكي ورحمة أمك بحسيبك. وسمعني كلام، لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ أنا سامية. سامية سامية استنى سامية هقول كده. بتبلغي عن البوليس يا أختي يا بنت أمي وأبويا؟ أنا بلغ عنك البوليس يا حاحة. أعوذ بالله يا أخي. أعوذ بالله. أخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم.
يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ كريم هو يا اختي البتاع ده هنفضل حاطينه قد ايه على وشنا؟ 10 دقايق ربع ساعة. كان عندي طبيخ. هلا اشمعنى انا حاطه ليه توت بري؟ عشان انت بشرتك حساسة ما تستحملش المانجا. يا ولد يا قليل الادب تعالى شكلك عايز الاوضه. لا لا تحب لما حكي. لا لا انا اللي هحلم نفسي واخرج. لا مفيش حاجه. اوكي وبعدين يا ابني ما تجننيش ارفع ايدك. لا مؤاخذه يا كريم جعان حضر لك تاكل. لا لا شكرا. يا ابني اقعد جننتني بقى. امي عيط. كام يا ولد؟ شيش جوار يا تيتا. العب يا ولد. كام يا ولد؟ وبعدين بقى في العشرة اللي بقى لها اسبوع دي. رايح فين يا ولد؟ الباب بيخبط مش سامعه. ده بيهبط. كريم ليه؟ ايه اللي جاب؟ ازيك يا تيتا؟ كريم فهمني فيه انت بتعمل ايه؟ ايه ده في حاجه في هدومي؟ ايه ده انا رايح اصيف ولا ايه؟ انت هتيجي تقعد عندي يومين تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ اه طب وهذا؟ ما تقلقش انا هظبطك. لا ما تدورش هم بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. انت هتسيب البيت وتطفش؟ اسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انت قدري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم بعد العشره الطويله اللي بينا دي هتسيبني. عشره ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح توشكا. توشكا؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمه حضرتك. انت بتعمل ايه فويس؟ يا تيتا طالع سفريه تبع الشغل. شغل؟ ايه يا ساره؟ ايه؟ يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انت خدتي مكاني النهارده في الشفت. لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه بعدين. لا 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 خلاص بس عيب بشتغل. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى ده انت عيل نكد. مين دور؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل حبيبي. بس يا عم بس يا بابا اتفضل. كريم ده كريم مها. حبيب قلبي. تعالى حبيبي. ايه الشنطه دي يا حبيبي؟ انا اصل المواسير ضربت عندي وغرقت الدنيا تاني. وقعد بقى انا غرقان في الميه بقالي يومين واخد بالك؟ فقلت لهم هتصلح في قد ايه دي؟ قال لك اسبوع او 10 ايام. قلت اجي اقعد عندك هنا الاسبوع او 10 ايام دول. يا سيدي اسبوع شهر سنه البيت بيتك. الله يخليك. ايه 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 مر رقبتك؟ لا مش قصدي. ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في اوضتي بقى عشان الاوضه اللي انت متعود تبات فيها قاعده فيها مها. معلش يلا مفيش مشكله. يا حبيبي بس عليك بس. يو معلش بقى من خالي وانا ما عملتلوش غير يعني كل شهر بتحصل. ما الحمد لله على السلامة. مدام جهان عبد العزيز نازلة عندكم؟ ثانية غرفة 216 بس هي بره دلوقتي. الأستاذ لسه سائل عليها.
هسيبك المره دي غير ما تعرفي الحقيقه. وحشتك. بعد اذنك انا لازم امشي. جي جي ارجوك اسمعيني، انا لسه بحبك. لو كنت بتحبني ما كنتش خنتني. انا ما خنتكيش صدقيني، الموضوع فيه سوء تفاهم. انا فوجئت ماجد جايب البنتين دول وجاي، لا عمري شفتهم قبل كده ولا حتى اعرف اساميهم. والبنات اللي في الجيم؟ لا لا لا، دول اصحابي من ايام الجامعه، وبعدين ما فيش بيني وبينهم اي حاجه. اه كريم اهو، كريم. جيجي انا عنك يا روح قلبي. عم كريم. شفت المفاجأة الحلوة؟ هي مفاجأة الحقيقة. مالك خاسس كده يا كريم؟ ما بتاكلش ولا ايه؟ ده جاي. انتوا ايه؟ ازاي جيتوا؟ مين اللي جابكم؟ انا اللي جبتهم يا حبيب قلبي. فرحان. فرحان قوي. على البيت. وانا كمان. صوريني صوريني. ايوه. جزيرة اللي هناك دي يا ريس؟ دي جزيرة العشاء، ما تيجي نروح هناك نوضب أكلة وكراسي وقعدة. حضرتك أنا مش جاية أقعد، أنا عندي شغل، جاية أصور وبس. طب بمناسبة الصور، ممكن آخد صورة معاكي؟ لا عشان خاطري. ما قلت لا. ما تطلع يا ريس. يا شيجي 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 يا جيجي استني بس استني يا جيجي اسمعيني استني ما قلتليش صدقيني انا يا جيجي انا ما عملتش حاجه عايز ايه بص ابو كريم يا ريس كريم انت فين يا ريس طب اروح فين بس يا ريس تعالى يا ريس طب اهو يا نهار اسود كريم No way! مها ودينا وهالة؟ They are extremely different! ومال هالة اتغيرت كده؟ ايه اللوك الفضيع ده؟ يا بنات انتوا مش عارفيني! بيبين؟ قولي يا كوكو، جبت بيبي ولا لسه؟ لا، الحقيقة أنا وجيجي we got divorced. Sorry. ليه؟ لا دي حكاية طويلة بحكيها لك بعدين. وانتي بقى يا نيفين يا حبيبتي اتجوزتي ولا لسه؟ أصلاً اتجوزت وجبت كريم وعمر. كريم؟ ولا اتخطبتي؟ نو. طب في بوي فريند؟ بصي أنا لسه مش لاقية شكل ثابت للعلاقة، مرة بحب ومرة بتحب. المهم قولي لي عملتي بيزنس؟ نو. خالص؟ أنا عملت الماسترز وخلصتها، مش عارفة بقى لسه إذا كنت هسافر أرجع أكمل الدكتوراه ولا أفضل هنا، بصراحة لسه مش عارفة. يعني أنتِ لا اتجوزتي ولا اتخطبتي ولا عملتي بيزنس، أمال عايشة بتعملي إيه؟ I'm free. Free. تلاقي حكاية الطلاقات دي عملت معهم شغل من بتاع زمان، مطاردات وحركات مش كده؟ مطاردات حتى تحت المية وانا بغرق. تلاقي كل واحدة فيهم عمالة تعيد تقييم علاقتها بالبارتنر بتاعها. المهم هتعمل معهم ايه دول؟ مش عارف، العملية عمالة تتعقد. طبعا انتوا هتطلعوا معايا بكرة السفاري. ونسافر ليه؟ احنا لسه جايين. الجروب كله طالع. هلا. يوصل بالسلامة ان شاء الله الجروب. اقول لكم حاجه، انتوا من هنا ورايح خليكم معايا، انا عندي حته دي بروجرام وهم. ايه رايك يا كوكو نطلع؟
معقوله مش هتردي عليا؟ نفسي اسمعها منك زي زمان. وهون عليك تسيبيني؟ انت اللي سبتني. عارف انك اكيد قلقتي عليا. اخيرا لقيت المكان المناسب اللي نقعد فيه انا وانت لوحدينا. تعالي ده قريب، ده قريب قوي، ده هنا اهو. تعالي تعالي. خيانة؟ هو ده سبب طلاقكم؟ هو مالك مستغربة كده؟ كأني بقول لك طلقتها عشان سايبة نور الصلاة والع. مش قصدي، بس قصدي ده سبب ما يخليش أبدا الناس تجيب بعض. أنا تخيلت إن هي ليها علاقة بالسيري. هاو كام يعني؟ يعني مثلا زهقتوا من بعض، مليت منها، أو هي مالت تعيش معاه. هو ده اللي يخلي الناس تجيب بعض، مش ممكن حد يقدر يعيش في بلد. تعالي هنا. يعني أنا أطلقها بسبب ان انا زهقان، ما طلقهاش بسبب الخيانه؟ ده ايه دماغي؟ انا اللي ايه دماغي؟ انت اللي ايه المنتاليتي دي؟ مش ممكن ناس تقدر تعيش مع بعض من غير فيلينجز، ايموشن، تبقى حاجه صعبه جدا. بس كده خلاص، الحكايه بسيطه عندك قوي. بسيطه ازاي يعني؟ اتزوجك ده انكم لسه بتحبوا بعض، ليه ما تتصالحوش؟ ما كل ما اجي اصالحها تحصل حاجه تكعبل الدنيا، وبعدين اخواتك بقى مها ودينا وهاله كانوا قاعدين في البيت عندي عاملينها رحله. ولا يهمك، انا هظبط لك الموضوع ده، خلاص ما تزعلش، يلا بقى، يلا نقوم. كيما هاي، يلا تعالوا. هاي استنوا، جايين معاكم. استحيل الموضوع جيزو لما تكونش طلع دلوقتي. لا تقولوا جو استني. مش عارفه ماشي كام. رايح فين؟ مش رايح. روسي؟ لا. اوكي. تعال معايا. كريم انت كويس؟ ايه كريم؟ ما تاخدش في بالك يا كريم. بس بقى كفايه كفايه. قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان. قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان. يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان. يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان. وقمت قايل مستحيل.
بس صاحبك اللي قال لي اللي قال لي هو قلبي قلبي اللي يا ما قلت علي زمان قلبي اللي يا ما قلت علي زمان قلبي اللي يا ما قلت علي زمان في ايه تاني؟ ليه؟ فرح جيجي معتز النهاردة. هو انت لسه هتتصدم؟ موبت يلا. انت ايه اللي جابك هنا ده فرح انا عزمتك فيه؟ انت برضه ما عندكش اي نوع من انواع الحساسه. انت ايه انت ايه؟ معلش نصيبك كده. تروح له تروح له. بسرعة يلا يا اخويا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. حاضر ولا لا Morning. Good morning.